بنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. انا جيت ندير لكم المقدمه ديال الفيديو ومي عاد جاتها الكحه. هذه هي عادتها. كي درتو صافا اموركم مزيان كلشي بخير على خير. انا اليوم في اكوراي، جيت البارح في الليل عند ماما واليوم السوق وغادي نمشيو نتغداو في السوق ان شاء الله. وها نتوما معانا وخلاص راني وريتكم حنا غادي نمشيو نتغداو في السوق وفي نفس الوقت راه برماش كيتسنانا في الدار. بقاش انا مشهيه برما، شوف واش عرفتني جايه عندها دارتو. المهم خليكم معنا ما تزابيوش. نتوما البنات فقت الصباح لقيت ماما مجده برماش، شوف تبارك الله ما شاء الله الرفيسه ديال قراره ديال مالين اكوراي. تحيه الناس اكوراي. تحيه سميره خالتي فاطمه. خاطرها انت يا سميره. فنانه ما شهيتو ما شهيتكم فيها يا البنات. كتحمق كتحمق. شوفوا ها نتوما شوفوا الاجواء ديال اكوراي كي دايره. شوفوا الشميشه، شوفوا الطوموبيله ديالنا راهي فين جالسه قريده راهي. عاد دابا حركتها كانت هنا وحركتها ليات تنتعلم من الصوت. تال من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو كان تنسوق فيه تنتعلم زعما كيعلمني يونس. المهم دابا انا غادي نمشي للسوق وفاش نكون ان شاء الله غدا للسوق الخميس اللي هو ديال اكوراي غادي نصور لكم كل شيء. بقاو معايا ما تزبطوش. كيدير في التليفونات كيطلع ليا قالت لي ماما حتى هو راه بغا يتصور حتى هو بغا يبان. وصافي سلمت عليه دابا على جداتي وحنا غادي نشوفو يونس فين هو. عاد نقلبو عليه في السوق. ايوا هذا مكان. سمع الخرايف، سمع الخرايف كيدير الغنم الغنم الغنم. انا نقلب لكم الكاميرا تقلبو. شنو ماما خلفتيني الرجاله ديالك كنهضر معاكم وفي نفس الوقت بغيت نفرمي اش كتقول. قلت لك انا غادي نقلب دابا الكاميرا باش تشوفوا الطريق ديال السوق وتشوفوا السوق كي داير ديال سوق الخميس نتاع اكوراي بالنسبه اللي ما تيعرفوش. ها انتم ها الطريق ديال السوق. قلت ماما غادي نحيد السيبوره لحقاش الشفره كاينين ما عرفتش يخطفها لي من السبورة. عاد نقص نجري ولا ما نجري. خلي يدي التليفون بالفيديو. هذا قالت لي ما يخدميش غلوك وتبعيني. وشي خالص يلا زيد باش ما نقص نقلب عليك. زيد باش ما نقص نقلب عليك. زيد يا ام والله ديما خلقت زعما تهض المي سالي راسك هكا الجو داك هو شغلو. لا انت شنو معروف عليه. لا
هادو ماشي ديالنا نكرتيهم واش داك الطبيعه شحال ميسي ما غاديش صافي مازال البنات هادي تحدات كيصاوبوا داكشي ديال الحمير حشاكم شوفت ما طولها الله الوليد واش قول لي هذاك شنو غندير له طلعت عندك بعدا عمي هانيا عرفتي هاد الحرفة هادي هاد الحرفة كنسمو فيها ريت بوحدي الله يرحمه الله العظيم هنا فين كيدوبوا الحديد لا كيسخنوا كيدوبوا زاد مش دابا راح انا نصوني لك بس خلاص نفس هذيك يسميوها الحدادة حدادة قول لي يا محمد شنو كتسميو هادو ها صفايح صفايح وهذه هي اللي كاينه لهي هذه هي اللي كاينه لهي بيت النار سيدي مصطفى هذه بيت النار هي اللي كاينه لهي خدامين بها كيدوبوا فيها الحديد صفيحه هما تيقولوا لها صفيحه حداد حداد قرواجه هاد الدخله ديال السوق هذاك شي كل اللي شفتو قبيله راه ماشي الدخله ديال السوق هذيك غير الطريق الناس مفرشين فيها دابا هذه هي الدخله ديال السوق فين كاين الخضاره وفين كاين صح
عندوش باش بغات دابا تحرك. خدينا لها الكرسي ما بغاتش تنوض، قالت لك هي اللي غتجلس فوق منو ودابا يلا نمشيو. انت كتقول له سير بحالك، يلا سير صافي يونس بعد منا خلات بقى جالسه. يلا يلا رجوع لله. يلا نمشيو. انا غنمشي انا غنمشي. يلا 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 بسلام عليك. سلام سلام يلا سلام سلام يلا بسلام. يلا نمشيو يلا. ما التواجد قالك هي ديال اللايف ماشي. المهم البنات هذا واحد مول البيجامات هنا في السوق ديال اوراي. الا كنتو بغيتو شي بيجاما عجبتكم شي بيجاما من عنده كتبوها لي في لي كومونتير ولا كتبوا لي في الانستغرام ديالي غنخلي لكم تحت في صندوق الوصف. راه غير 35 درهم 700 ريال الوحده. ديك الساعه تواصلوا معايا وانا غادي ناخذ لكم ونجيب لكم الكوموند حتى لعندكم ان شاء الله. هذا مكان علق مني هاد البيجامات، خلاص عنده البوديات وعنده البيجامات. هادي تفلا صح نجلس ديك الساعات ونعاود نهضر معاكم. هانتوما الله دابا حنا جلسنا، راه هو ينسى عند مول الشوايه باش يعطيه الكبده والكوتليت يشوفه منا. تجي الماكله ان شاء الله نصور لك. باش تشرب الله يشربك. تخافي شنو تخافي؟ ما شريبه هو بوعه. هذيك البنيه الصغيره الله يعطيك الخير. طيب برا. بسم الله يلا قولي بسم الله. يلا الله يسهل عليك. الله يفاجئ عليك احمد. يا رب اكبر. لا لا انا صار الله يسهل عليك. بصحه وراسك. بصحه وراسك. يلا تلقي. يلا صافي بارك. يلا قولي له شكرا يا عمو. قولي له شكرا. راه الكلاس تاعه ودحومه. الله يفاجئ عليك. زوين زوين. الله يفاجئ لك احمد بصح. الله يرحمك. شكرا بارك الله فيك. الله يكبر فيك. الله يسعدك يا رب. امين. شكرا. ثم احنا كناكلوا والموسيقى جات جالسين والموسيقى جات. وربي هذاك دابا وضيع ما يدخلش الاذاعه. عندهم سمعوا ماما قالت لك علاش هذاك ما يدخلش الاذاعه. مسكين فاتي يا امي. ويلي عنده ما يقول. لا ما كلاش. انا ماشي مشكل غير ما تشربش غير باش ما تبقاش تسنى غير ربما تكون. لا جات المناضه بصحه وراحه. نجيبها لخويا حتى انا نسخن لك ونجيبها. الله يحفظك. انا غير ما دومونتيش. لا ما دومونتيش. ما تبقاش تسنى. الله يحفظك يا حبيبي. ما عندناش مشكل. الله يكبر فيك. الله يخليك صحتك. شوف اجي نعطيك فلوس غير غني ليا. هذا ماشي غنى.
شنو يا شمس؟ لما كتقولي اج قولي اجي قولي اج دير له اج هو مشى يا قالت كتعيط عليه مسخه اخرى خصها غير تشطح وتردح شوفي شوفي كتقول له اجي شوفي ويلي ويلي وينو 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 تيتي زا ديالي كتقول له اجي وكتبوسو انتما البنات ها هي الكبيده ديال بولفاف والكوتليت حمونه دا كوكان تحققكم في الجنه عاوتاني يلا خليت لكم الراحه السلام عليكم. المهم البنات هنا غادي ندير لكم الاخر ديال الفيديو. شكرا بزاف 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 وما تنساوش سبسكرايب وجيم وكومونتير وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي لتحت باش غادي كنحط فيه التصاور كنحط فيه بزاف ديال الحوايج. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو ديروا سبسكرايب. شكرا بزاف وكنبغيكم. السلام عليكم.